يخلد الشعب المغربي دائما ابدا عيد العرش المجيد في حلة اجتماعية وروحانية تجمع ما بين العرش العلوي المجيد والمغاربة قاطبة، ومن خلال هذا العرش تتجسد أواصر البيعة والولاء للسدة العالية بالله، وهذا تقليد دأب عليه المغاربة منذ عدة أجيال. ويليه حفل الولاء التي يشارك فيه كل فعاليات المجتمع المغربي من رجال السلطة وعلماء وفقهاء ومجتمع مدني وأحزاب سياسية للتأكيد على تلك الأواصر التي ظلت راسخة في ذهن المغاربة ووارثوها أبا عن جد، وهي تجديد العهد مع صاحب الجلالة في كل مناسبة تلت عيد العرش المجيد. وهذا التقليد له جذور تاريخية، وكذلك له عدة نفحات من خلالها تظهر تلك الروابط التي تجمع بين الملك وشعبه، وهذا تقليد تاريخي قل نظيره في العالم. فعلينا جميعا أن نستخلص منه العبر والدروس لكي نحافظ عن هويتنا وعن استمراريتنا وعن تاريخنا المجيد. هذه الطقوس التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأنها نفحة من نفحات تاريخ المغرب وإطلالة لجيلنا الحاضر والآلي لكي يطلع عن تلك الجذور التي تمثلت في عقد البيعة التي جبل عليه المغاربة منذ قيام الدولة المغربية منذ بيعة المولى إدريس الأول. فهذه الروابط التي لها امتداد تاريخي ولها جذور راسخة في ذهن المغاربة، وتعتبر كذلك كما قلت جزءا لا يتجزأ من حياة اليومية، فعلينا أن نحافظ عليها لأنها تعطينا أولا المصداقية في تمسكنا بهويتنا، وتعطينا كذلك الاستمرارية في وجودنا، وتعطينا كذلك شحنة للمضي نحو المستقبل وراء السدة العالية بالله لتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب المغربي من رفاهية ومن ازدهار ومن نماء ومن أمن وأمان وسلام وسلم التي تنعم به بلادنا، حفظها الله وحفظ لنا السدة العالية بالله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.